تنقص من طولك؟ طبعا هذا احد الاسئله الصعبه على اي طبيب انه يجاوب عليه، لكن الجواب بيكون مش من السهل جدا انك تنقص من طولك، لانه هذا يتطلب الدخول في عمليات جراحيه لقص العظم وازاله جزء من هذا العظم، وثم اجراء تثبيت داخلي للعظم في سبيل انه يرجع يلتئم بالطريقه الصحيحه، وثم بعد الالتئام هذا يستطيع الشخص أن نتكلم على تقصير الطول. طبعا قد نلجأ إلى مثل هاي العمليات إحنا في حالة أنه كان لدينا فرق في الطول ما بين الرجلين أو فرق في الطول ما بين الأطراف العلوية، نلجأ في بعض الحالات إلى تقصير أحد الأطراف حتى يتساوى مع الطرف الآخر، وذلك كما ذكرت في عملية جراحية، بحيث أنه يعني نقوم ب عملية لقص جزء من العظم وإعادة تثبيت هذا العظم بعد عملية القص حتى تتساوى الأطراف. لا أعتقد إنه يعني هناك شخص بحاجة إلى تقصير من الطول بحيث إنه يقصر طرفينه، إنما مثل هاي العمليات نحن نلجأ إليها في الحالات إذا كان في الاضطرارية لتقصير أحد الأطراف وليس إلى تقصير الطرفين، مع أنه الحل الآخر يكون عادة بإطالة الطرف القصير، وهذا وطبعا هون يكون هذا البديل الأنسب عند معظم المرضى، وهو إطالة الطرف القصير وليس تقصير الطرف الطويل.